المحاضرة دي كان المفروض يديها الدكتور أحمد المحمود سنين بس هو عنده ظروف، يعني هي مش أول مرة هيحصل عنده ظروف، وأنا أديها برضه مكان الأستاذ ماشي. نعم. محضرها هي المحاضرة. عملت بالنصيحة؟ أه. المحاضرة دي أساسها ما أظنش إن هي ممكن تيجي لو إحنا بنتساءل يعني على الأسئلة بتاعت الامتحان اللي هو الحاجة الشورت تيرم، ما أظنش إن هي ممكن تيجي حاجة شورت تيرم. هي الدسكشن هي الدسكشن بتاع شرح الماجستير والدكتوراه الاثنين بيبقى فيهم نفس الدسكشن بالذات عن الفاتيك فيلبس اللي هو الجزء الثاني بتاع المحاضرة. طيب زي ما بقول لحضراتكم اظن ان هي اصلا موضوع فور اورال ديسكشن او كلينيكال ديسكشن رادر ذان فور ريتن اكزام. طيب الجزء الثاني بتاع المحاضره بتاع بروستاتيك فالف ديزيز في ظن ان هو يعني اهم واوقع شويه. طب الكلمه اللي بقولها تحمل ايه؟ تحمل عدم اهتمام شويه بالتراكاز بالفالف، وده الواقع. يعني ده الواقع ان احنا ما نهتمش بالتراكاز بالفالف حتى في الاسسمنت بتاعنا. لما نيجي نتكلم على التراكاسبت فالف نتكلم عليه حاجه ثانويه، يعني مين احنا من اساس الليفت سايدد فالفز اورتا والميترال. موضوع الاورتا اللي كان لسه شغال، معظم البروجرس بيتم ناحيه الليفت سايد اكتر عشان هو سيستميك رادر ذان الرايت سايد. ورايت سايد حتى لما بيجي الزملاء مسجلين بقول لهم حاولوا تسجلوا حاجه على الرايت سايد، ده موضوع مش مدروس قوي حتى في الجايد لاينز، ما عليهوش كلام كتير. الاهتمام زاد طبعا في السنين الاخيره بالبلمونر هايبرتنشن والبرايمري بلمونر هايبرتنشن، بقى فيه انتايتي ماشي، نقلت نقله كبيره قوي على البلمونر هايبرتنشن. ليه؟ ليه نقلت على البلمونر هايبرتنشن؟ عشان رايت سايد، عشان تراكاسبت، عشان هو بيبقى افكتد بيه، عشان ممكن مانيفيستيشن الاولانيه بتاعت العيان ده تكون ان هو بيعمل ايكو يلاقي عنده تراكاسبت فالف ريجرج، والريجرج ده يعكس البلمونر ارت بريشر العالي. اوكي خلينا نشوف في الكامينج سلايدز ايه اللي ممكن يكون بريزنتنج. زي اي حاجه بتبتلي بالايتيولوجي بتاعها، لو بتكلم على تراكاسبت فالف ديزيز ابتلي الايتيولوجي بتاعنا زي اي حاجه ان هو ممكن يكون ايه، كونجنتال روماتيك تروماتيك، او يكون في حاجه ثانيه اثرت زي الكارسينويد ماشي، او ممكن يكون فانكشنال. فانكشنال اللي هو حاجه سيكندري ليفت سايد، حاجه سيكندري ليفت سايد زي ماترال فالف ديزيز او اورتيك فالف ديزيز. تمام. طيب من الحاجات اللي المفروض ان دايما تيجي في البال الابشتاين انومالي اللي هي كونجنتال، هو ايه الابشتاين انومالي؟ فنتريكولايزيشن لبارت من الاتريوم، يعني الفالف نزل لتحت شويه بقى الفنتريكل بتاعنا صغير. طب ايه الحاجه اللي ممكن تكون مصاحبه ليه؟ خلينا اوبن دسكشن، يعني هو الموضوع زي ما قلت لكم موضوع مش نظري كبير. ايوه اريزمياس. ليه؟ انا عايز الكلمه دي. اكسس الباسوي، انهي نوع من الاكسس الباسوي؟ حد بقى من جوه كده جيبها. نعم اسمها مهايم، بس مش هي دي اللي قصدي عليها. كتير من الاكسس الباسوي بيكون ايبيكارديال اكسس الباسويز، ايبيكارديال مش اندوكارديال، وده بيخلي فيه صعوبه ساعات في المانيبيوليشن او في الانترفنشن ليهم. تاني حاجه صعوبه ان الليفت ايفنت الرايت فنتريكل بيكون صغير، فانت مش عارف تركب فيه او مش عارف تحط فيه الاساطر بسهوله. تالت حاجه فيه بيكون فيه سيفير تراكاسبت ريكرج، فهو قدر ان البيشنت دخل كومبليت هارت بلوك بيطلع عين اللي بيركب ده، لو عارف يركب ده، لو عارف يركب عشان الكافيتي بتكون صغيره ماشي. طيب المايل فورمز بتاع البيشتاين بتعدي، لكن السيفير فورمز هي اللي بتكون فيها مانيفيستاشن بتاعه ايه؟ رايت سايدد فيلير، رايت سايدد فيلير. طيب ابيكارديال في كثير من الاحوال، معظم الاكسسوار سويد بتكون اندوكارديال، فسهل الابليشن اجي عليها من جوه، من جوه الكافيتي تحت الاندوكارديوم وراح كويه تكوي. الابيكارديا بتكون جايه من بره، فهو بيعمل سيرجيكال ريبير ممكن يعملها سيرجيكال ابليشن او يعمل ديسكونتينيوشن للاكسس تو باسوي دوت، بيكون رايت سايد طبعا ما بيكونش ليفت سايد في اغلب الاحوال. كله متابع؟ قولي الابيكارديا الحقيقه تعملها لوكاليزيشن ازاي؟ نعملها لوكاليزيشن لو كانت مانيفست بالسيرفيس اس جي ماشي، لان السيرفيس اس جي مش هيفرق ماشي. ثانيا ان هو بيعمل الاي بي اس بيحاول يكوي اندوكارديوم ما بيعرفش يكويها، فغالبا دي بتكون ابيكارديا، وده اسوشيشن موجود في الليتريتشر. اوكي معايا؟ ممكن ليه اكسس الابيكارديال بيركوتينيوس، ايه هو؟ يعني قربتي، ها ابيكارديال ابليشن، في ابيكارديال ابليشن اللي هو يخش من البريكارديوم في البريكارديال ساك نفسها في السبيس ويحرك القسطره لحد ما يعمل لوكاليزيشن سمثينج ويتش از يعني ليتل بيت ديفيكالت شويه، محتاج تريننج يعني. اوكي ماشي الكلام؟ طيب
بالنسبة لتاني نقطة في النون روماتيك كوزز اوف تراكاستل فالفيتيز مكتوب ايه؟ انفكتيف اندوكاردايتس. Is it common to have infective endocarditis sole on the tricuspid valve? IV addict. بس هي مش common. لازم يكون immune compromised عشان يحصل virulence للorganism ان هو impact او يبقى embedded على normal valve. وهي اكتر زي ما حضراتكم قلتوا على الناس اللي هم IV addicts. طيب. وحاجة من بتخلي في virulence للorganism دوت ان هي بتكون ايه؟ بكتيريا ولا مش بكتيريا؟ تكون vegetation زفرق فانجل. وبينتهي الامر ان البيشنت ده يغير الفالف بتاعه. طيب سايد افكت او سكندري للتراكاسبيد فالف فيجيتيشن ممكن يحصل له ايه في اللنجز؟ بايميك ابسس وان امبوليزم. صح, بالمونر امبوليزم اند بايميك ابسيس. ماشي اوكي. التريفيال تراكاسبيد ريجرجيت ده فريكوينتلي ديتكت طبعا في الايكو زي ما احنا بنشوف في ناس كتيره قوي, وباثولوجيكال زي ما قلنا بيبقى مور اوفن سكندري راذر ذان برايمري فالف ليجن. بقدر اعرف برايمري فالف ليجن امتى؟ لما الاقي الفالف نفسه مش هيلثي, الاقيه ثيكند, الاقيه كالتافيك, الاقيه تيدرد ما بيتحركش بسهوله, اعمل عليه بريشر جريدينت واقيس البريشر جريدينت والاقيه اكتر من 5 وده رقم ابسوليوت. لو لقيته اكتر من مين بتاعه اكتر من 5 ملم مركري ده فيه روماتيك افكشن للتراكاسبيد فالف, عامل تراكاسبيد فالف ستينوز. ده بالنسبه للتراكاسبيد ستينوز. طيب بالنسبه للريجرج اللي احنا بنتكلم عليه ممكن يكون سكندري انيولار دايليتيشن او انكريزد تراكاسبيد ليفلت تيترنج ان ريليشن للار بي ستوريك بريشر العالي او فوليوم اوفرلود. البريشر اوفرلود اللي هو ممكن يحصل مع بالمونر هايبرتنشن سواء كان بسكندري لليفت سايد ديزيز او بالكوربالمونال. وتعريف الكوربالمونال هو ايه؟ هو الاثنين مع بعض. هي اللي قالته كلام الدكتوره حاجه في الفاسكليتشر بتاعه اللنج او في الاستراكشر بتاع اللنج او يعني في الاناتومي بتاعها ادى لارتفاع ادى لتاثر الجانب الايمن من القلب. اوكي او ايديوباتيك بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. طب كلمه ايديوباتيك ديت لما يتقال ايديوباتيك بالمونري ارتيريال هايبرتنشن ده موضوع مهم وهوت المفروض ان احنا نكون مذاكرين كويس قوي ودي جايد لاينز معايا. حد نام؟ pulmonary hypertension primary pulmonary hypertension common male ولا female؟ female. بيتشخص ازاي؟ by exclusion. مهم الكلمه دي. ثم ان patients دول نعرف هم هيستجيبوا ولا مش هيستجيبوا, ايه الادويه المتاحه بالنسبه لنا؟ calcium channel blocker والارپس والسيلدنافيل بروستاجلاندينز وانتي اندوثيلينز. ماشي. طيب بالنسبه للبروستاجلاندينز متاحه ولا مش متاحه؟ يجوها بس مش يعني مش سهله ان هي متاحه, بتبقى انهاليشنال في اغلب احوالها. ماشي. بالنسبه للحاجه اللي موجوده في مصر, يعني كل السؤال ده عشان اوصل للاخر, الانتي اندوثيلينز. ماشي. الانتي اندوثيلينز المتاحه في مصر هم اثنين, ايه هم؟ بوسينتان. ماشي. والثاني اللي مش فاكر اسمه اللي هو جاردوفاز. ماشي. جاردوفاز مش فاكر اسمه العلمي, واحد سيلكتيف واحد مش سيلكتيف. المشكله في البوسنتان كل الكلام ده عشان اوصل لكلمه البوسنتان محتاج ان هو لما يبتدي لو ونعمل متابعه ليفر انزيمز لمده شهر كل اسبوع, ولو حصل اليفيشن ده حتى ريكومنديشن بتاعه المانيفاكتشرنج كومباني المفروض بيوقف ما بيكملش. لو ما حصلش اليفيشن لليفر انزيمز ساعتها بنشفت للجرعه الاكبر, هو 62 الجرعه الاولانيه وبعد كده ب 120 او 125 بالظبط. لا بتاخد امبيريكا مش حسب البادي ويت, هي بتاخد يعني تطلع زي كيلو بالظبط. انت ما اعرفش الاطفال, انا ما اعرفش في الاطفال ولا, لكن انا بتكلم على الكبار. طيب عشان نقول ان هو فازو رياكتيف المفروض بتعمل له هيمودايناميك ستادي بالظبط, رايت سايدد ستادي, وتشاف ياخد نايتريتس وتشاف البريشر بتاع البلمونري ارتر هيقل ولا مش هيقل. لو كان هيقل المفروض اديله الحاجات دي, لو كان مش هيقل يبقى الحاجات دي اوف يعني ليميتد فاليو قوي. في حاجه بتتعمل تحت الترايلز وفي وقت من الاوقات كانت واخده بومينج اكشن بومينج وبعدين قلت خالص, هي بتاعه زي رينال ارتري دينيرفيشن كان بالمونري ارتري دينيرفيشن, بس الكلام ده جونج داون مفيش حاجه عليه علميه. الحاجه الاخيره هي سيرجيكال. السيرجيكال ان هو كان بيعمل ديكورتيكيشن زي ما بيعمل اند ارتريكتومي, يقشر الفيسل من على الثرومباي اللي موجوده فيه زي الانتي كواجوليشن سين نقولها زي الانتي كواجوليشن. ماشي. الكلام ده اوف ليميتد يوز مبقاش حد يستخدمه كتير. اخر حاجه اللنج ترانسبلانتيشن. ماشي. لنج ترانسبلانتيشن في كلام دلوقتي على اللايف دونر ترانسبلانت, يعني يكون واحد صاحي
يدي الواحد صح. طب ازاي هيشيل الحاجه من الرئه بتاعته؟ بياخدوا 2 دونرز للشخص الواحد، ياخدوا 2 دونرز للشخص واحد، فياخدوا اللور رايت لوب، رايت لوب اللور من 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 شخص، يعني خد كده ناحيتين، وياخد لور رايت لوب من اتنين من واحد تاني. يبقى كده كل واحد فيهم عايش بكام؟ باتنين لوبس. تمام. الكلام ده ongoing وبيتحضر له، even بيتحضر له في عين شمس ان يعملوا حاجه زي كده، ماشي، وعاملين كوميتي وبتاع انهم يعملوا. طيب الكلام بيجيب بعضه. مين وايل البيشنت لوب بيتحطوا على حاجه اسمها ايكمو. لازم تبقوا عارفين كلمه على الايكمو. الايكمو عارفين اكسترا كوربوريال اوكسجين ممبرين اوكسجينيشن، ماشي. الكلام بيجيب بعضه ليه؟ عشان الايكمو دوت يعني ربنا يرحمه كان احد زمايلنا اتحط عليه، ربنا يغفر له يا رب ويجعله مثواه الجنه يا رب، ماشي. الايكمو ده حاجه بتعمل اوكسجينيشن زي الهارت لانج ماشين بس مصغره خالص، ماشي، بيتاكل فيها بلاد ويعدي على ممبرين، الممبرين ده بيعمل اوكسجينيشن ويرجع تاني للجسم، بيتحط كترانزيشن فتره ترانزيشن لحد ما يحصل ريكفري لللانجز، ماشي. سواء كان البيشنت ده اي ار دي اس او البيشنت ده كان عنده يعني مشكله تعوق الفنتيليشن، ماشي. طيب نرجع مرجوعنا، احنا بنتكلم على التراكاسبيد فالف، وقلنا التراكاسبيد فالف ده بيبقى اوفرلوك زي ما كنت بتكلم في الاول، ما الناس ما بتهتمش بيه، وانه في لو احنا بنتكلم على التراكاسبيد فالف ديزيز منه نوعين، نوع ستينوز نوع ريجرج. ريجرج ده اكتر بنشوفه في تريفيال فيسيولوجيكال ريجرج، او لو كان باثولوجيكال في اغلب احواله بيكون سكندري حاجه ليفت سايدد او سكندري بريشر اوفرلود او فوليوم اوفرلود. وقلنا بريشر اوفرلود زي بالمونري ارتيريال هايبرتنشن او كوربالمونال، وحاجه فوليوم اوفرلود زي حاجات بتاعه كونجنتال الاي اس دي، او لو كان في ديزيز في الار في. اكيد السيمتومز هتبقى سيمتومز على رايت سايدد فيلير اللي هي في الاساس هتكون لور ليمب ايديما، تندر هيباتوماجالي او اسايتس او ابدومينال انلارجمنت لو كان البيشنت هو اللي بيشتكي، ثم سيمتومز بتاعت لو كارديك اوتبوت مانيفيستاشنز لان الدم مش معدي من اليمين للشمال، ايزي فاتيجابيلتي كاشاكسيا. ايه تاني؟ نعم دروزن صح تمام. طيب جنرال اكزامينشن هلاقي ايفيدنس بتاع الويت لوس والكاشاكسيا، الساينوزز والجوندس، السيانو اكترس اللي هي ميكسينج تاينس ساينوز عشان تكريز الاكسجينيشن مع سنه الجوندس اللي حاصله نتيجه الهباتو الهباتيك كونجيشن، ماشي. اي اف از كومن ذات بيبقى في ستريتش على الرايت سايد ستراكشرز على الرايت اتريوم، جيجلر فينس ديستنشن تبقى ايفيدنت، ايفن حتى ممكن ما تعرفش تشوف الابر ليميت بتاع الايه جيجلر فين. طيب لو انت مش عارف تجيبها، السؤال اللي بتسال في الكلينيكال تعمل ايه؟ هتقعده، ماشي انا عارف ديت. اللي بعديه بعد ما توقف خد نفس عميق، ماشي. ده سؤال غلس يعني، هو سؤال غلس يا عماد يعني، هو وصل معاك للاخر ماشي انا بسبق لك، ممكن تركب له سي في بس هو بيقول لك كلينيكال حاجه غلسه وهي مكتوبه في الكتب القديمه. لما تدلدل ايده بيحصل كونجيشن في الفينز ديت فتبقى انجورجد، ارفع ايده ارفع ايده ارفع لحد ما تفضي. كلام نونسنس بس بيتسال في بعض الدكاتره بيسالوه، ماشي. تاني عشان دكاتره زمايلنا اللي ورا، مش هو دلوقتي مش عارف تجيب الابر ليميت، ماشي قعدته ماشي خلاص ما جبتش، وقفته ما جبتش، الدكتور بتقول نركب له سي بي بي اتس اوكي ذس ذا بيست، بس هو بيقول لك كلينيكال تاليفه ماشي، بس هي مكتوبه ان انت تشوف الانجورجمنت بتاع الانتي كيوبيتال فينز بتاعت الدورس بتاع الهاند، مش انتي كيوبيتال الدورس بتاع الهاند، وارفعه بالراحه 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 كده لحد ما تختفي، ماشي. يبقى كده قل عن البريشر اللي موجود في السي في الرايت اتريوم، ماشي. نعم اديها كام؟ لا اقولي بقى كام سنتي فوق، كام سنتي فوق ماشي، المفروض كده يكون زي وزي روتو فناك المفروض، ده لو وصل معنا لكده يعني في الاسئله مو يعني معلوم بتاخد باك مايند. سمعت عن كوربوفيديم؟ الله يفتح عليك بتاع الاورتك ريجرج، ماشي. ده برضو من الاسئله اللي يعني هي كل ترم قديم خالص، معناه ان الهارت كبير زي البقر صح. كوربوفيديم، وفيديم يعني زي البقر كده يعني لاتينيه، كور قلب، كوربوفيديم قلب كبير، ماشي اوكي. طيب نكمل كلامنا، بيقول لك الاسايتس والايديما ار فريكوينت، وطبعا دول بيكونوا هول مارك، وطبعا عينين دول بيكونوا غلابه قوي يعني انت مش عارف تعمل لهم حاجه كتيره، ماشي. خلينا في المانجمنت واحده واحده. اللوكال اكزامينشن بتلاقي الار في امبلس بتبقى هايبر دايناميك ثراستنج ان كواليتي، الايبكس بتبقى ديفيوز مش عارف تحددها، لو حطيت ايدك عند الابيجاستريم هتشوف البلسيشنز جايه لك مينلي من ناحيه الرايت فنتريكل، ولو حطيت السماعه ممكن تسمع اس ريجالوب على التراكاسبيد اريا،
او ممكن تسمع بانس ستويك مرمر بتاع تراكاسكي بلوز بيبقى اوجمنتد مع الانسبيريشن عشان انكريز فينس ريتيرن والباسج على التراكاسكي فالف ده اسمه كارافالو ساين. طيب من لما تيجي تعمل ايفالويشن للتراكاسكي بلوز خلاص انت خلصت جزء الكلينيكال هتبتدي تعمل انفستيجيشنز. انفستيجيشنز بتاعتك تشمل رسم القلب والايكو والحاجات دي. رسم القلب مين كومن ان انت تشوف فيه ها قلناها اي اف كومن تشوف اي اف او تشوف ساينس تاكورد عشان دي كومبنسيشن ماشي او تشوف رايت اتريال ابنورماليتي او رايت فينتريكولار هايبرتروفي ماشي ده في الاي اس جي. لكن التقييم نفسه بتاع ريجرج او بتاع الاستينوزز مين هيعتمد على الترا ساوند على الايكو ايكو كارديوجرافي. الايكو كارديوجرافي مين بتستخدم الثلاث حاجات المتاحين بالنسبه لك بيقول لك الكواليتاتيف الفالف مورفولوجي لو لقيته ابنورمالي تيكند او في كالسيفيكيشن او في تيذرنج او ما بيتحركش كويس. الكالر فلو عشان تشوف اللارج سنترال ريجرج وتشوفه مالي قد ايه من الرايت اتريوم. كونتينوس ويف وتشوف الريجرجن جيت بتاعك واخد قد ايه وبالتالي تقدر تحسب دوت الار في ستوك بريشر قد ايه لو انت معاك الجاجلر فينوس بالس كمان بتحطه عليه. ثم سيمي كوانتيتيف بالفينا كونتراكتا الابستريم فين فلو انا مش عارفه انا ما بشتغلش ايكو الحته دي. نعم بيقيس ازاي يا دكتور الفينا كونتراكتا؟ لا الفينا كونتراكتا بتتقيس الابستريم فين فلو. طيب لو بترجعها ماشي اللارجمنت بتاع الكارديك تشامبرز وفيسلز دي بتتقاس عن طريق انت تشوف الدايمنشنز بتاعتك. انت بتشوف الدايمنشنز بتاعت الار في في ال2 دي ممكن تقيسه في ال2 دي وايل ذا بيشنت ان ذا سيمي ان ذا لاترال بوزيشن او لو كان البيشنت لاين فلات. لو كان اكتر من 22 ده بيبقى كبير الار في ماشي. لو كان اكتر من 26 في اللاترال ليفت لاترال بيبقى دوت يعني ليه دايمنشن في الليفت لاترال وليه دايمنشن في الفلات بوزيشن. ثم بتعمل ايفالويشن للتراكاسكود ريجرج بكذا فيو عشان تاخد احسن جيت او احسن امتلاء ليه سواء بالانفلو ده اسمه ار في انفلو فيو. عارفين بتعمل لاترال بتعمل لونج اكسس فيو بتعمل ايه انفيريو انجليشن. انفيريو انجليشن بيفتح لك التراكاسكود فالف تقدر تشوف الجيت قد ايه. طبعا لما بيجيب الابيكال والابيكال ممكن يجيب لك الفلو نفسه وتحط عليه الكونتينوس ويف دوبلر دوت ماشي دوت بيبان هنا التيدرنج او الثيكنينج الموجود في التراكاسكود فالف ورايت سايد دايليتد وتقدر تعمل عليه كلر وبعد كده تحط عليه كونتينوس فلو وتشوف الريجرجن جيت جايب كم متر. التراكاسكود ستينوز موستلي دوت اوف روماتيك اوريجين زي ما قلنا من شويه. وان عاده البيشنتس دول بنشخصه ان انت بتشوف على التراكاسكود فالف البريشر جريدينت مين بريشر جريدينت اكتر من 5 ملم مركري. وهي دي الكلمه بتاعت ان انت تعمل اوفر لوكينج ان انت لو شكيت قيس. احنا عاده بنبص بسرعه بالايكو بنبص على الرايت سايد بسرعه ماشي. فلو لقيته تخين مش هتخسر حاجه تحط عليه بالس ويف دوبلر او كونتينوس ويف دوبلر وتقيس المين بريشر جريدينت. في اذر كوزز للاوبستراكشن زي الميكزوما وهي انكومن هي بتبقى اكتر على الليفت سايد زي تراكاسكود اتريزيا ماشي. زي لو كان في ثرومبس وبتحصل بتبقى عامله زي الكوره بتعمل زي البولان كيج بتعدي جوه التراكاسكود فالف وبتطلع ودي ممكن تكون ديتاشد من دي في تي. رالي اوبستراكشن كان بيكوز بي اندوميوكارديال فايبروزز تراكاسكود فالف فيجيتيشن وبيسميكر ليد. بيسميكر ليد عاده ما بيعملش اوبستراكشن لكن هو ممكن يحصل عليه فيجيتيشن ممكن يحصل عليه ثرومبس فورميشن ان فيري رير كونديشنز. السيمبتومز برضو هتبقى لو كارديك اوت مانيفيستيشنز والبيشنت ممكن يحس جاينت اي ويفز بيحسها اكنها كانون ويفز بيحس ان في بلسيشنز في النك ما بيقولش ان هي اي ويف. طبعا الجي في بي هيشوف برومينت اي ويف وشو بيرلي الابريشيتد الوايد سنت هي اكتر هتبقى الاي ويف. اللونج فيلز بتبقى كلير ديسبايت انجورجد نيك بينز وبريزنس بتاع الاسايتس والانسار كوبيشنت مي بي كارفورتبل وايل لاينج فلات. هتسمع الاوبننج سناب ونفس الصوت بتاع الميتريس نوز ميد ديستوليك رامبلينج ميرمر على التراكاسكود اري. اهم حاجه في الحته دي ان انت هتشك فيه فهتعمل المين بريشر جريدينت وهتلاقيه اكتر من 5 ماشي ات نورمال هارت ريت كونسيدر انديكيتيف اوف كلينيكالي سيجنيفيكانت تراكاسكود ستينوز. الحاجات الثانيه بتاعه البلانيمتري وبتاعه الكونتينيوتي ايكويشن الحاجات دي كلها مش فاليديتد على الرايت سايد فمفيش حاجه بتتعمل منها.
بريشر، ان انت تقيس البريشر هاف تايم وتطلع لك مساحه الفالف. كل الكلام ده ملوش اي رول في الرايت سايد ستراكشرز. ماشي. المانجمنت بتاع التراكاسبت فالف ديزيز هي ديكتيتد في جايد لاينز. السيرجري از انديكيتد ان سيمتوماتيك بيشنتس ويز سيفير تراكاسبت نوز. كم واحد شاف كم حاله يعني غيرت صمام تراكاسبت تيشو ولا بروستاتيك؟ مش ليه ما بيحطوش بروستاتيك؟ عشان الفلو بيكون بطيء فاللايبيليتي بتاعت السنوز بيكون عاليه. طب هل شفناه وكان سليم ولا كان فيه مشكله؟ ايه هي ايه المشكله؟ صح. انا عايز اسمع بيرفوريشن. كان ايه انفكت انتو كاردكس؟ لا انا بتكلم على واحد غير الصمام. بعد ما غير الصمام مش مرتاح ليه؟ انت كنت هتقول حاجه يا دكتور؟ لا اقول لو هو لو احنا مغيرين الكالكر اعتقد ان هو اعلى واحد ممكن يحصل فيه ثرومبوز اكتر من المايكروفورطه، بس هو رير بيتغير اكتر. هو رير بيتغير بس لو كان انديكيتد زي ما هو كاتب كده في الجايد لاينز بيتغير. هي مشكلته ان هو ترايكاسبيد ريجرج ساعات بيكون فيه فالف بودي مس ماتش، يعني بيكون الفالف اصغر من حجم الانيولس اللي اتغير عليه، فتلاقي الهارت كبير في الرايت سايد والصمام صغير قد كده، فاكنه عمل ريلاتيف ستينوز لما يكون ريجرج. ودي مش قليله يعني شفت كذا حاله كلهم كانوا تيشو فالف، ما كانوش يعني ميكانيكال، ما كانوش بروثيتك، كانوا باي بروثيتك، وكان دي المشكله اللي موجوده لدرجه ان هو شخص ان عنده ستينوز هو كان مغيره على ريجرج. بس لما يعني خدنا الصور وعملنا لهم تي اي ساعتها قلنا ده مش ماتش، ده فالف مش ماتش. بس سيرجي معلش هو الفالف مش ماتش كده اكسبت على الرايت سايد يعني ما كانش مش اكسبتد، بس هو راجل خد له اكبر صمام موجود بس الهارت كان اكبر من ان هو يحط له اي حاجه، مفيش حاجه تانية كانت موجوده، لان احنا سالنا الجراح ساعتها. بدايه القصه ان حد من الزملاء عمل ايكو فقال ده في تراكاسبت ستنوز وهو مغير الصمام، فابتدى الامر يبقى انفستيجيتد، فعملنا ايكو مره ثانيه وبعدين عملنا منظار وبعدين طب انتوا خدتوا ليه الصمام ده؟ فقال لك ده اكبر صمام عندنا مفيش حاجه تانية. فهي جد العكس. طيب surgery is indicated in symptomatic patients with severe isolated primary tricuspid regurgitation without severe right ventricular dysfunction و severe primary و second PR undergoing left sided valve surgery. عادة بيعملوا اللي هي اسمها repair اللي هي اسمها ديفيجا، هو بياخد لايكيشن، بيعمل لايكيشن للتراكاسبيد فالف وهو بيغير الصمام الميترالي او الاورتي. انتوا عارفين الجراحين دلوقتي ما بقوش كلهم بيفتحوا من النص، لما بيكون isolated valve مش هيعمل كابج معاه، مش هيعمل صمام، مش هيعمل حاجه في الكرونرز، بيفتحوا اما right sided incision inframammary ماشي عشان يوصل للميترال وبيناجم اللنج، بيفضي اللنج خالص الناحيه اليمين وبيشد الهارت عليه ويقدر يعمل even repair للتراكاسبيد فالف وهو فاتح من الناحيه اليمين ماشي، تبقى كانها مينيمال انفيزيف. التراكاسبيد فالف بيفتحوا له من فوق فتحه قد الصابع طبعا كويسه جدا، ويعمل سيبريشن للريبس وبرضه نايم اللنج ويقدر يخش ترانس اورتيك يغير الصمام، وده طبعا احسن كتير من الفتحه بتاعه الميديان ستيرنوتوم، بتحسن الريكفري وبتحسن البوست اوبرتيف كورس بتاع البيشنتس دول. بس تعتمد اعتماد كبير ان العيان عنده بس الصمام ما عندوش حاجه تانية، يعني مش هيعمل حاجه تانية، وان هو عنده صمام واحد عشان الفتحه مختلفه، يعني ما ينفعش يغير اورطه ومايترال بالفتحه الصغيره، يا اورطة يا مايترال تمام، ما يبقاش هيعمل كابج. ها كله متابع؟ طيب في حاجه تانية اندر ترايلز، حد سمع حاجه بتتعمل بيركوتينيوس للتراكاسبيد؟ مفيش حاجه كوميرشال، بس في استادز البالمونري. خلاص البالمونري بيتعمل، الله يفتح عليك، البالمونري اول واحد اتعمل، معلومه دي مهمه قوي، اول واحد ترانسكوتينيوس اتعمل مش الاورطه، بالمونري اول واحد اتعمل. كان في دكتوره يعني ربنا يحفظنا ويحفظ السامعين عامله في امريكا بروس بروسيدر، بروس شالت المايترال وشالت الايه الاورطه حطته البالمونري، حطته مكان الاورطه. طيب تمام، ومكان البالمونري نفسه بيشيلوا الصمام البالمونري ويحطوه مكان الاورطه ماشي، وجات في الاورطه ركبوا لها صمام بيركوتينيوس، وجات في المايترال غيرته الميكانيكال فالف ماشي.
والتراكاس بتعمل له ريبير. وسبحان الله يعني جالها اي اف وعملت ابليشن لاي اف توايس. الكلام ده سيناريو حقيقي ماشي. عملت ابليشن لاي اف توايس ماشي. البرزنتيشن بتاعها ايه؟ انيميا. البرزنتيشن بتاعها كان انيميا عشان الميكانيكال فالف ريرلي الميكانيكال فالف بيكسر الدم وبيتحرم. سبحان الله يعني الست دي يعني ربنا يشفيها يا رب ويعافيها. عملت كل حاجه. هي بتقول لي انا عملت كل حاجه عشان ارجع زي الطبيعي. طب وايه الحل في الصمام ده؟ لو استمر لازم يتغير بتيشو. طبعا الكلمه دي كانت احباط رهيب يعني. فتحت ايدها هي عماله تعمل كل حاجه ربنا يشفيها يا رب يعني. تعمل كل حاجه عشان بتقول عايز اعيش ان انا طبيعي. عملت ابليشن توايس وهي روماتيك وانا قلت لها حتى الدم يعني الريزلتس بتاعته في روماتيك مش حلوه. ما اعرفش اموت بيزز عملوا لها ابليشن جايبه ريبتوس بتاعتها في امريكا في الولايات المتحده ام الدنيا ماشي. طيب في حاجه بتتعمل على التراكاسبت فالف دلوقتي اندر ترايلز حاجتين. اول حاجه ان هم فعلا ممكن يحاولوا يعملوا حاجه زي التافي على الصمام بس مشكلته ان هو فاريبل سايز. رايت سايد ملهوش حدود ان هو يكبر فمش عارف تعمل ستاندرد. انت عايز تعمل صمام تقول له هات مقاس 22 مقاس 25 وهكذا فدي مش موجوده. فابتدوا يفكروا ان هم يحطوا الفالف في الاي بي سي ماشي فيقلل لك الكونجستيف سيمتومز بتحصل تحت الاستيكيان فالف على طول. بس الكلام ده كله اندر ترايز يعني فوق الهيباتيك فين تحت الاستيكيان فالف ما بين الجانكشن ما بين الاي بي سي بعد ماده 2 هيباتيك دخلوا فيه وما بين ان هو هيخش على القلب ماشي. بس الكلام ده اندر ترايل يعني كلها بيبرز موجوده. بس جاست لو حد قال لك في هل في بيركوتينيس بيركوتينيس انترفنشن فور تراكاسبت فالف ده حاجه. الحاجه الثانيه في السيفير تراكاسبت ستينوزس ممكن تعمل بالون ماشي تدخل بالونه وتتنفخ. بس برضو الكلام ده يعني اوف ليبل وما فيش حاجه عليه ده تكتيره ماشي. باي ذا واي الاكمو ما فيش جايد لاينز عليه. الاكمو ريجستر بتعمل على مستوى العالم ده هم كلهم حوالي يعني انا ما اتذكر كان حد من الزملاء دخل عليه سامحوني في الكلمه مش فاكر رقم يعني 80 يا 140 انا عارف ان في رقم كبير بس انا مش فاكره دلوقتي. وان اي حد المفروض يتحط على الاكمو المفروض يخش على الريجستر ديت يديله اكسس ويكتب الفولو اب بتاعه. يعني الكلام بيجيب بعضه اوكي. طيب بروثيتيك فالفز اول واحد طبعا اتركب سنه 60 دوت. تو ميجر جروبس اوف بروثيتيك فالفز بريزنت اللي هم الحاجات بتاعه الميتال تراكاسبيد والحاجات اللي علشان الاورتيك وهم يا اما كلهم ميكانيكال يا اما باي بروثيتيك. وزي ما حضراتكم عارفين الباي بروثيتيك ده بيجي منين يا اما من الحيوانات او من واحد كاديفرز او من نفس الانسان اللي هي زي الروس بروسيدور اللي احنا كنا لسه بنقول عليها يشيل البالمونر ويحطه مكان ايه مكان الاورت. الروس بروسيدور ده اسم الراجل اللي طبعا اللي عملها. الميتاليك حاجه قديمه خالص اسمها بولان كيج ماشي وده ما بقاش موجود ووقف انتاجه من سنه 2007. والسنجل ليفلت وده مش كومن في مصر. الاكتر في مصر هو باي ليفلت وهو بيبقى سان جود او كاربوميديكس ماشي. دول اكتر حاجات موجوده في مصر. اكتر حاجه بتتشاف الباي ليفلت دوت ماشي. طيب دي اشكالهم. طب التشويس دايما التشويس هتركب صمام معدني او صناعي ولا هتركب صمام نسيجي انهي الاحسن؟ في الجايد فيشن تشويس هي اول حاجه الله يفتح عليك. هم حط في جايد لاينز نمره واحد فيهم هما الناحيتين فيشن تشويس. خلي عني اختار قول له ده وده. كتير من الناس عايزك انت اللي تختار له ماشي. وساعات ده بيمثل عائق يعني عبء علينا يعني حركم اكيد يعني بتشوف الكلام ده في براكتس. يعني اقول لك قول لي هعمل ايه. انا بقول لك مثلا بيشن عملنا له قسطره وطلع ان هو فور كابج ماشي. ممكن يتعمل له بي سي اي ممكن يتعمل له بي سي اي. انهي الاحسن بكلام الجايد لاينز؟ المفروض نقول له كلام الجايد لاينز الاحسن كابج. طب اعمل ايه؟ اعمل اللي انت عايزه مش اللي انا اقول لك عليه. كلام العلم بيقول لك كابج احسن عنده ليفت مين وعنده مالتي فيسل افكشن. بالعلم كلاس 1 هي السرجري مش كلاس 1 هي البي سي اي. ده باخر جايد لاينز اللي هي نازله في ميونخ الاخرانيه ماشي. نفس الكلام نظريا المفروض ان البيشنت مثلا هيركب بروثيتيك فالف ده في باله انه هيغير مره ثانيه يعني ما عندوش مشكله انه يفتح مره ثانيه لان هو بيحصل فيه ديجنريشن. زي ايه؟ زي واحده صغيره هتحمل فدي يعني لايكليهود ان هي تسفر من مشاكل الانتي كوجليشن مش قليل ماشي. فالاحسن تركب باي بروثيتيك
وتبقى عامله حسابها ان في وقت ما قد تغير هذا الصمام تركب واحد تاني. زي واحد عنده مشكله في الانتي كواجليشن ياخد ماريفان 15 ملغ الاي ان ار بتاعه واحد، وده بنشوفها صح قليله بس بنشوف. عنده ترومبوفيلياز الراجل مهما خد ماريفان اي ان ار ما بلاش، ده مش ممكن يركب فالف، ده لو ركبت له فالف يبقى مموته ماشي، فده لازم يركب بايبروستاتيك فالف. او عنده مشكله في ان هو يتابع ضل اباثاتيك، واحد ما بيفهمش وده موجودين ماشي، ما بيفهمش هو طبيعته كده يعني، مش هو مش مجرم مش حرق يعني مش وحش، هو طبيعته كده مهما تقول له. مع الفرق الشاسع ان في واحد مثلا عنده جلطه امبارح هخرج امتى عشان يشرب سجاير ماشي، ما دام ما بيفهمش طب اعمل له ايه؟ خلاص هيولع في نفسه، بس ما باش انا ساعدت ان هو يولع في نفسه ماشي. هو بيقول لنا ايه؟ بايبروستاتيك فالف از ريكومندد اكوردنج تو ديزاير اوف ذا بيشنت. ثاني حاجه بايبروستاتيك في الجود كواليتي وين جود كواليتي انتي كواليشن ان لايكلي كومبلاينس بتاع بيشنت، واحد ما بيفهمش كومبلاينس اوف بيشنت از نوت ريدلي افيلبل او كونتر انديكيتد عشان عنده هاي بليدنج ريسك ماشي. يعني كان حد من زمايلنا والده عنده مشكله في الليفر، هو اوريدي ناتشورال انتي كواجليتد، ده هو بياخد بلازما مش عنده سيفير تايت ستنوزس في الاورتيك فالف، طيب كان بريشر مين بريشر جاي عليه 90 ماشي، فده ديفينتلي هيغير وده مش ممكن هركب بروستاتيك فالف ماشي. فركب باي بروستاتيك والراجل ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، قصدي ان هو ايفن حتى ادله بلازما عشان يدخله، بعد ما بيخرج بيجيله بولس اوف بليدنج ماشي من الفيروسز والكلام ده. باي بروستاتيك از ريكومندد فور ري اوبريشن اوف ميكانيكال فالف ديسبايت for mechanical valve thrombosis despite good long term anticoagulation. واحد الصمام بتاعه باظ، ما انت مش هتركب واحد صمام صناعي تاني، هتركبه بايبروستاتيك وهو ما كانش مهمل يعني، الراجل ده كان بيتابع. ها نمت ولا لسه؟ محدش نام اخر صف واللي قبله. طيب فيش العكس بقى في الميكانيكال، ان لو بيشنت ده عنده لايف اكسبكتنسي عالي، يعني برضو لو واحد مالجنس وخلاص يعني والله في اكسبكتنسي بيه واحد كبير في السن فوق سن ال 65 او فوق سن ال 70، يغير ميكانيكال ويغير بايبروستاتيك. بايبروستاتيك لايف اكسبكتنسي مش عايزه يتعب بقى ان هو كل شويه ينزل يعمل تحليل ماشي، بينما الواحد صغير لايف اكسبكتنسي والعمر بيد الله ايه، رك غير له البروستاتيك فالف تمام ماشي. الحاله اللي عندك في الدكتور محمد صح؟ محمد عندها 75 سنه 70 سنه ماشي، في حالة عند دكتور في الرعاية كان عندها 70 سنة جاية بفيفر وكونفيوجن غيرة مايترال من 10 سنين صح؟ ليفت سايد ويكنس لسه؟ ليفت سايد ويكنس ليفت سايد ويكنس وكونفيوجن وعندها فيفر ماشي، وغيرة مايترال ولا أورطة؟ غيرة مايترال مايترال من 20 سنة وجالها انفكت من كورونيس بعد 20 سنة، اتعمل لها منظار اتعمل لها كالشرس طبعا، اتعمل لها منظار تلاقي عليها لارج فيجيتيشن ماشي مدلدله في الايه على الايتريال اسبيكت بتاع الميترال فالف على ما اتذكر. الله اعلم بالبروجنوزز، بس البيشنتس دول لو حصل ان هم نيد سيرجري وغالبا هينيد سيرجري، المفروض لما تغير تغير تيشو فالف تيشو فالف، بس لازم يحصل سبسايدنس للانفكشن ايه عندها ستروك ليفت سايد، هي عند كونفيوز دلوقتي، هي اكتر من الستروك دلوقتي، هي مش صحيه صحيه ولا لسه؟ طلعت الخامس، ما طلعت الخامس وخلاص انت كنت انترميديت فطلعت لفوق بتعرف فايلها. المقصود هي كانت عند الدكتور في الانترميديت، هي طلعت الخامس ده اي سي يو ماشي، ويعني واللي انا شفته ان هي ما كانتش كونفس اصلا ماشي. ممكن تتحسن يعني ممكن تتحسن، بس بتاخد وقت، النيورولوجيكال ريكفري بياخد وقت. طيب الاورال انتي كواجليشن از ريكومندد لايف لونج فور اول بيشنتس وذ ميكانيكال بروثيسز اند وذ باي بروثيسز. المفروض بيمشي الانتي كواجليشن قد ايه؟ خليش حد يضحك عليكم قد ايه؟ الا لو عنده انديكيشن فور انتي كواجليشن، عنده اي اف مثلا ماشي، لو عنده اي اف لازم هيمشي بايبروستاتيك على طول ماشي، هيمشي فور انتي كواجليشن على طول، وده برضو احد الانديكيشنز ان انت تركب بروستاتيك من الاول لو هو اوريدي ماشي على انتي كواجليشن، ده احد الانديكيتورز ان انت هتركب له بروستاتيك ولا بايبروستاتيك لو انت بتديله انتي كواجليشن مش بيستجيب ليها، يعني ده بيبقى ماركر ليه. طيب لو بيشنت ده مركب بايبروستاتيك هتمشيه اه 3 شهور وتمشي معاه اسبرين وما تمشيش معاه اسبرين الانتي كواجليشن
هتمشي معاه اسبرين لو كان البيشن ده عنده اثروسكلوتيك ديزيز، عنده فاسكولار ديزيز، عنده حاجه مايوكارديال انفاركشن وهو مغير صمام، هياخد اسبرين عشان الكيشن التاني. لكن لو انا بتكلم على صمام بس المفروض ياخد انتي كوجليشن بس. ماشي. طب لو البيشن ده عمل تافي دول انتي بليتلت 3 شهور وبعد كده اخد سنجل انتي بليتلت والله اعلم. طيب لو البيشن ده عنده اي اف وعمل تافي تديله ايه؟ ان ذا فورم اوف يعني ايوه عايز اقول ماريفان ولا نويكس؟ واحده واحده احنا بنتكلم على تافي ما اتكلمناش على بروستاتيك. التافي ده باي بروستاتيك ولا بروستاتيك؟ باي ده تيشو. ماشي هياخد نويكس ولا ما ياخدش نويكس؟ ايوه استنى مشيها دبل انتي بليتلت مفيش دبل انتي بليتلت بتاخد مع نويكس. بعد ما يوقف واحد فيهم ممكن ياخد نويكس. ماشي وده اوف ليبل اجيبها لكم السلايد ده احمد حاططها اهي في التابي بيقول لك يس هي كان هي از اليجيبل فور نويكس اللي هي السطر اللي قبل الاخير الناحيه الشمال بات نو بروسبكتيف داتا مي ريكواير كومباينيشن وذ سنجل اور دوال انتي بليتلت كونسيدر بليدنج ريسك. بس ما ينفعش احطه في الدول انتي بليتلت زي ما البيشنت يكون عامل بي سي اي وركب دعام وهو عنده اف ينفع احط له نويكس؟ ياخد ماريبان ياخد تريبل صح ياخد تريبل بس مش من النوم النويكس. النويكس ابتدوا يعملوا دلوقتي بايونير بي سي اي ستادي اسمها بايونير بتاع ريفروكس بان وفي ستادي تاني على الافكس بان بس عاملين ريدكشن للدوز مش الدوز الكلاسيكيه بتاعتنا اللي هي 20 او 10 او 5 اسف في الافكس بان. ماشي بس لسه مطرقه ان هي تخش جايد لاينز خلينا ستيك تو ذا جايد لاينز. لو بيشنتس دول هيمشوا على الماريبان زي ما انت كنت بتقول 3 اشهر وبعد كده بنوقف واحد اللي هو اسبرين او بلافكس بعدها بنوقف الاسبرين وهيمشي بلافكس مع او اكشن نوقف الاسبرين ويمشي بلافكس ماريفان. ماشي او بلافكس نويكس اوكي لكن ما ينفعش الثلاثة مع بعض ما ينفعش نويكس بلافكس اسبرين. يس ما ينفعش الثلاثة بالفول دوز حتى لو ده بيحصل في الشغل ما ينفعش. طب النويكس كان في كونتر انديكيشن ليها في الفالفولار هارت ديزيز صح على اطلاقها على اطلاقها صح يعني البروستاتيك خلاص البروستاتيك احنا اتفقنا عليه. ماشي ايه الديفينيشن بتاع الفالفولار الاربعه يعني ينفع مايتر سنوز ياخد نويكس؟ طيب ينفع مايتر جرج ياخد؟ ايوه ياخد عادي بس هي دي ياخد حتى لو سيبير ليه؟ عشان هما لقوا ان التربنس بتاع فلو فلو بيبقى سريع قوي فمش هيتركن فالانسنس بتاع حدوث الثرومبس قليل فابروفد في السيفير مايتر ريجرش والمودريت مايتر ريجرش لكن مودريت والسيفير مايتر سنس لا ما يتاخدش. ماشي بالنسبه للتابي برضه يعني مش قلت 3 شهور ينفع دول انتي بليتد بس وبعد كده انقل على النواف نص الوحده ماريفان لازم ماريفان كلمه اي اف بتاعني انتي ما ينفعش انتي بليتد. انت عارفه اللي هي سباب بريفنشن ستروك بريفنشن ان اتريال فيبريليشن سباب بريفنشن مشيت في كذا مرحله عملوا ستاديز كتيره منها يدي اسبرين منها يدي اسبرين وبلابكس منها يدي الماريفان وفي الاخر رسوا على الفيتامين كي انتاجونست وكل الجداد لما بيقارنوا نفسهم بيقارنوا نفسهم بالماريفان ما بيقارنوش نفسهم بنفسهم او بحاجه ثانيه بيقارنوا نفسهم ان هو انا زي الماريفان انا مش انفيريور للماريفان انا احسن من الماريفان في البليدنج بس لما بيقارن نفسه ما بيقولش انا احسن من الماريفان في البريفنشن الا في قطاع صغير جدا. ماشي يعني احنا قلنا 3 شهور برضه يمشي على التريبل عادي وبعد كده نيجي على النوك ممكن لو حابب لو انا حابب لو مش حابب خلاص والكلام ده اوف ليبل زي ما هو مكتوب كده اليجيبل بس مفيش بروسبكتيف ستادز عليه. ماشي طيب الايفالويشن بتاع العين البروستاتيك بيتم ازاي؟ انا سامحوني طولت عليكم ايفالويت العين البروستاتيك ازاي في العياده لو احنا في العياده بنقول للعين نعمل ايه؟ اول حاجه ان العين يتابع نفسه يتابع نفسه ان هو يسمع الصمام لو كان بروستاتيك ماشي يسمعه التكتكه دي مهمه لو ما سمعش التكتكه دي يجي يقول لي انا ما سمعتش تكتكه
يبقى السمول ده ممكن يكون ستاك او حتى بارشال ستاك، مش لان هو لو قفل مره واحده خلاص مش هيكمل، هيبقى عنده حاجه اسمها ايه اوبستراكتيف شوك. مش دي زي البالمونري امبوليزم لما تيجي تروح طايره داخله جوه البالمونري ارتر في قفله مره واحده، فالبيشنت بتاع البالمونري امبوليزم احد البرزنتيشنز بتاعته سينكوب. كان في بيشنت ما نسهاش في اخر نيابتي كانت موجوده فوق، كان عندها الصمام بيعمل كده ماشي، يعني هو بيفتح مثلا زاويه 30. بيشنت دي الكلام ده 2003 2004. بيشنت دي كان بتارست في النبطشيه ماشي، وتزرق ونروح خبطتها خبطه بجد، خبطه بوكس زي الترام الثمب اللي بنعمله في فيتاك تشتغل تاني الصمام يفتح. الست دي كانت طيبه جدا لدرجه ان هي كانت هاي ريسك، كان عندها بيجاستريك هيرنيا، كان احد اساتذه الجراحه جاي يوصي على العيان تاني، فقلت له دكتور هما بتوع الجراحه مش عايزين يشتغلوها غير لما نشتغل الهرنيا، قال لي اشتغلها، هو جاي يزور حد تاني ربنا يصبحه بالخير. فجوزها كان ماشي بالشبكه تحت باطه عمال يلف في المستشفى طول النهار ماسك الشبكه، هي ادوها العمليه امتى؟ والست كانت من طبيبتها تقول ايه، انا مش خايفه، انا قولوا لي بس اصلي ركعتين وهنزل. والله الست كانت ما شاء الله عليها يعني، بس الشاهد في الكلام ان هي كانت بتاخد خبطه بتشتغل، لان هي كانت تيلتنج، كان مش مسموع عليها الصمام خالص، مش مسموع ما تسمعش عليه حاجه خالص. طيب واحد ثابت والتاني بيشاور عقله، مش سامعين، مش سامعين، هم بيخبطوش في بعض، يعني بتسمع صوت عشان بيخبطوا في بعض، شو بيعمل كده؟ انت عارفه هم بيكونوا عاملين زي كده ماشي الحلقه، وهم بيكونوا راكبين فيها كده بيفتحوا كده ويروحوا خابطين كده، يعني كده فاتح كده بيخبط. عشان كده كتير بنلاقي نورمالي مايلد او تريفيال ترانس فالفولار ريجرش في البروثيتيك فالفز، ان هو ما بيقفلش قفله 100% او بيروح بيبقى فيه انكومبتنس بسيط قوي عشان يفتح مره ثانيه، لو قفلش لو قفلش في بعض مش هيفتح، هيفضلوا معلقين في بعض، هو بيبقى عامل كده، فبيحصل ريجرش بس بيكون تريفيال وده بيكون اكسبتد. يس طيب قال لك تشنج عاشت، لا دخلت العمليات بس طلعوا عيننا بتوع الجراحه، طلعوا عيننا فعلا ماشي. طب عايزين اكس راي يا فندم، بنعمل ايكو؟ لا انا عايز اكس راي. حاضر، عشان لانجز عاشت، واستاذ الجراحه وفى بوعده وجي عمل لها الهرنيا واثناء ما هم بيشتغلوا، هو كان راجل كويس ان هو جاي يزور عيان تاني يعني، ربنا يكرمه. طيب سيبنا من دوت، الايكوكارديوغرافي اهم حاجه ان انت تبقى عارف الرول اوف ثامب، لما الفالف سايز بيبقى انون بيك ترانس اورتيك فيلوسيتي شود بي ليس ذان 3 متر في الثانيه، والمين ترانس ميترال جريدينت شود بي 5 ملم مركري اور ليس. في ناس بتقول اكسبتد لحد 7 ماشي. طيب سيبنا من كل ده برضو، الكومبليكيشنز دي اهم حاجه، واحد واحد كده يتكلم على complications. Is it common to see post-operative atrial fibrillation in such cases؟ طب لو اتقال لك عايز تمنعها هتعمل ايه؟ ابليشن فروماتيك بيتا بلوكر. في حاجة تانية غير بيتا بلوكر تكلموا عليها؟ في عنوان كبير كده اسمه non-anti-arrhythmic drugs for treatment of arrhythmia أو for prevention of atrial fibrillation. الإيس والستاتينز والبيتا بلوكرز ثم بلس ماينس الكوردرون بري اوبراتيف ده ممكن يقلل الانستنس بتاعت البوست اوبراتيف اتريال فيبريشن. وخدوا فتره من فترات الزملاء في الجراحه كانوا بيعملوا ايزوليشن البالمونري فينس وهم بيعملوا مايترال، الكلام ده عليه ديبيت شويه وقالوا ان هو بيقلل، بس عليه ديبيت شويه ليه؟ حد يعرف؟ نو ما هو كانوا بيعملوا انترا، مش هي القصه كده، ان الباثولوجي مختلف، الباثولوجي بتاع الاتريال فيبريشن اللي بيتكوي ان المفروض في البالمونري فين بوتنشلز بتروح داخل على الاتريوم وتروح مبتدي ري انتري تمام، بينما باثولوجي في الروماتيك هارت ديزيز ان في اشف نوديولز في باتشي فايبروز موجوده في الاتريوم، هو الاشف نوديولز دي الباثولوجي اللي حصل في روماتيك هارت، جه في الصمامات ضيقها او وسع او خلاها تيدورد وبقت في ريجورج، جه في الفنتركل ممكن يعمل مايوبسي اللي هو ممكن يعمل مايكاردايتس في الاول روماتيك مايكاردايتس ممكن بعد كده يستمر ماشي، جه في الاتريوم وعلى لونج تيرم عمل فايبروز فعمل اتريال فيبريشن. مهما كوى
البلمونري فينز هيفضل فيه اشف نوديولز او مكان الاشف نوديولز اللي حصل فيه فايبروز بريديسبوزينج ساتش بيشنت لايه لايه فما بتبقاش يعني اوف سيجنيفيكانس قوي. كان زمان بيعمل بين بروسيدر ثانيه اسمها ايه بتوع الجراحه ميز والتطور بتاعها بقى اسمه كوكس ميز راجل التاني كوكس ميز بروسيدر في كوكس ميز 1 وكوكس ميز 2 بس في الاخر كان هدفها ان هو يقلل الري انتري ان هو يشرط الاتريوم ويخيطه مره ثانيه فيقلل الري انتري. حاجه ثانيه بيعملوها برضو بتوع الجراحه في الناس اللي بيعملوا لهم ميترال ان هما بيروحوا مخيطين الايه ليفت اترابانج كان زمان بيقصوها ويرموها فيروح عامل سيرجيكال اكسجن للليفت اترابانج ثم لقوا لا ان هما خيطوها احسن ليه لا عشان هي بتطلع اترينيتريتيك بيبتايدز ماشي في منها فايده هي مش محطوطه زياده زي ما هي اسمها الزائده زي دي لا هي ليها فايده فانت لما بتحرم العيان منها ماشي ما بتبقاش يعني حاجه اوف بنفيت ماشي هو بيخيطها بس عشان ما تبقاش هاربرينج ثرومباي نفس فكره الليفت اتر ابندج كلوجر ديفايسز هو بس ده طبعا مع الفرق ان ده حاجه من بره وسدت الليفت اتر ابندج. طب في حاجه عكس الكلام اللي بقولته من ناحيه الفايده حد مركز يقولها ولا كله نام؟ يعني انا بقول فايده ان هو ما بقاش يقص ليفت اتر ابندج وان هو بقى يخيطها لازم يمشي على الكوليشن لا ما هو لازم يمشي على عشان البروستاتيك بال لا حاجه ثانيه حاجه عكس الفايده اللي انا قلتها انا بقول ان الليفت اتر ابندج بتطلع النيتريتيك بيبتايدز هو دلوقتي خيطها مش هيوصل له بلد هيحس ازاي ان هو محتاج نيتريتيك بيبتايد هي بتعتمد على الاسترتش فاكرين بيزل جارش ريفلكس بتاع اولى كليه والكلام العك ده ماشي هو كل الهرمونز دي هتطلع نتيجه الاسترتش فهو دلوقتي حرم من الاسترتش بس هو بيقول لا ممكن برضو يطلع يعني ماشي. طيب نرجع مرجوعنا احنا قلنا على الحاجات البريفنشن بيقول لك يوجوال بناين يمشي على بيري اوبتيف 48 ساعه قبل العمليه وبتقعد بيمشي بعديها مثلا اسبوع بعد كده بيوقف لكن لو كان البيشنت انديكيت ان هو ياخد بيتا بلوكر اتس اوكي كيب هيم اون بيتا بلوكر اون ذا ايس اون ذا ستاتنز از ات از انديكيتد يعني لو كانت انديكيتد كمل عليها. انت عندك ستراكشر هارت ديزيز فلو انت عندك ستراكشر هارت ديزيز في الهارت فيلر لو فاكر زمان كان ستيج اي بي سي دي فانت كده عندك ستيج ايه ستيج بي انت عندك ستراكشر هارت في عندك مشكله بس المشكله ما عالجتش هارت فيلر فانت المفروض تمشي على ايس وبيتا بلوكرز وات ايفر اي حاجه يس ماشي. لكن عموما في البوست اوبراتيف اتريال فيبريليشن مش كان هابن ويز نون كاردييك سيرجريز يو كان بوت ذيس ميديكيشنز اس فور بريفنشن بالذات لو بيشن عنده لايك ليهود انه يحصل له الكلام ده نيملي البيتا بلوكرز والستاتنز نيملي لو كان انديكيت الستاتنز الناس مش هتقبل تحط على ستاتنز. الكومبليت هارت بلوك وذر ان هو دايركت تروما للكونداكتيف سيستم او ان هو خد ستيتش فيه وهو بيغير الصمام ماشي ممكن يحصل سيلف ليميتنج لو كان دي اديما والبيشنت هتبقى ريزولفد منه الاديما او البيشنت ده يحتاج بيرمنت بيسميكر بعد كده. البيشنتس كلهم بتوع جراحه مطلعين على ايبيكارديال ليدز وطالع منهم سلكتين وخياطين السلكتين على البنتكل ومطلعين السلكتين دول بره بابريتين الابريتين دول محطوطين جوه التمبر بيسميكر شفتهم تمام. لو البيشنت ده فك ومفروض نسيبه مده قبل يفك اتليست اسبوع لو فك خلاص ما بيحتاجش حاجه لو ما فكش البيشنت ده هيحتاج يركب بيرمنت بيسميكر ماشي الكلام. طيب بيقول لك ان ريسك بعد الكور فالف الكور فالف ده نوع من انواع التافي نوع من احنا عندنا في الصمامات اللي هي بتركب في الاورت فالف بيركوتينيوس التافي نوعين مشهورين قوي الكور فالف والتاني اسمه ادوردز تمام. في انواع اقل شهره زي بورتيكو بتاع سان جود زي بتاع ده بتاع مترونيك زي في واحد تاني بتاع بوستون لكن ده من اشهرهم هو ادوردز ماشي. الانستنس بتاع ال الهارت بلوك فيه عالي ليه بيحصل هارت بلوك عالي في الصمام ده عشان بلكي وعشان بيكبر هو الصمام معمول من نايت نول فالنايت نول بيتمدد فبيزق يعني لايكلي هود ان يحصل نتيجه اديما بس لا ده هو نتيجه انه بيزق الكالسيوم الموجود في الصمام على الكوندكتيف سيستم ماشي الايفي نود فبيبقى امبيدد فيها فبيحصل اكن عملت ترانسكشن للايفي نود ماشي. طيب هو مع الوقت بيكبر يعني حتى لما بيجوا يوسعوا البالون زي ما الدكتوره بتقول مش شرط يوصل 100% ان هو يسع هو بيسيب هو مع الوقت هيتمدد. زي ايه تاني في الدعامات اللي بتحصل وفيها الكلام ده زي دعامات البريفرا كلها دعامات البريفرا كلها بتعمل نايتينول النايتينول بيتمدد مع الوقت زي بتاعه الكاروتيد ليه ما بيعملهاش ستانلس الحاجات ديت عشان الحاجات بتتحرك
لازم تبقى طريه شويه عشان لو كانت ستانلس ممكن واحد جميل كده يقدر يقيس عليها ويطبقها ماشي. فهي لازم تكون فيها ريزيلينس شويه ماشي الكلام. نفس الكلام في الكاروتيد، لما يجي يحط ايده على الكاروت ارتري ما يحطش يبقى طبقه الضعف ماشي، لازم الضعف تزق وتطلع. هيموداياليسيس، الهيموليسيس، الهيموليسيس دي زي الدكتوره اللي لسه بحكي لكم عليها، بالذات في بالكي فالفز، او لو كان في ليكج، لو كان في ديهسنس، لو في حته حوالين الصمام بتعدي الدم بصعوبه بتتكسر وهي ماشيه، بس الاكتر مع ميكانيكال ديستراكشن. والناس دول بيكون عندهم ساعات سنه لما بتعمل بلوروبين تلاقي عندهم بلوروبين عالي شويه اباف نورمال، بس مش وصل للارقام اللي هي تخض. لو كان مايلد بتقلل الشير فورسز دي عن طريق تدي بيتا بلوكرز او تدي ايون سبلمنتيشن. لو كان سيفير ماشي هتحتاج ان انت تعمل مره تانية تغيير للصمام، او لو كان ديهسن زي ما بيقولوا حضراتكم يتقفل ببلاج او بكويل. البليدنج، البليدنج ده هيعتمد على انت متابع الاي ان ار ولا مش متابع الاي ان ار، والبيشنتس دول لازم يبقوا انستراكتد على الكلام بتاع الوارفرين انستراكشنز قويه، بمعنى ان الدواء هيتاخد على معده فاضيه مش هيتاخد مع الاكل، لان هو في بعض الادويه بتعمل معاه دراج دراج انتر اكشن. خلي بالك من الادويه اللي بتاخدها، الحاجات اللي لونها اخضر تقل في اكلك عشان بتبقى عامله فيتامين كي اجونست، لكن هو انت بتدي انتاجونست فبيعمل كومبتيتيف انهيبيشن ماشي. خلي بالك من حاجات لونها اخضر، حاول ان انت لو لقيت بقعه زرقاء او بقعه ودم ينزل من سنانك او من اخرك تعمل تحليل في نفس اليوم، وقف اليوم ده واعمل التحليل ماشي. لو كان ميجور بليدنج بيحتاج ان انت تروح المستشفى علشان ياخد ريفرسال الكلام ده، سواء فيتامين كي نفسه او ياخد ريبليسمنت ثيرابي، وفي نفس الوقت بيوقف الانتي كوجليشن لحد ما نوصل للمستويات الطبيعيه. وفي فلو تشارت موجوده في الجايد لاينز حضراتكم ممكن تشوفوها بتقول الديكتيتنج هاو تو مانج ساتش كونديشن. الفالف ثرومبوزس، فالف ثرومبوزس الفلو تشارت دي مهمه قوي. زمان ما كانش في حاجه للفالف ثرومبوزس ديت غير حاجه واحده، ايه هي؟ سيبتوكاينيز. هو البيشن ده جاله ترومبوس موجود على الصمام، والصمام بقاش يتحرك، اديله ثرومبوتيك ثيرابي، وربنا صبحه بالخير. حد من اساتذتنا كان كومن يعمل الحكايه دي، وفي مره ببلغه بالحاله كانت اورتك، لا كان في مين والله مش فاكر اورتك، قال لي جالها ستروك، قلت له لا، قال لي وما اشتغلش الستريبتوكاينيز ده. ومأساة كبيرة لا انساها برضو، هو بيتريق يعني ان هو مفروض الثرومبوس دي ما هتدوب، هتروح فين؟ هتتفتفت، فهتتفتفت تروح فين؟ في اي حتة في الجسم منها الدماغ ماشي، على ان ما كانش فيه وسائل كتيرة تتعمل. انت الوسيلة ايه اللي هتعملها تانية وفي ثرومبوس؟ هتشيل الثرومبوس سيرجيكال. وقت طويل كان كثير من الجراحين مش بيساعدونا في القصه ديت، يعني مش ويلنج قوي، مش انسوساستك ان هو يخش، ما عندوش الويل ان هو يخش بسرعه بحماس ان هو يشيل الصمام ده. وتكرر الموقف مع احد الاطباء، يعني لا انسى كان اورت، وكان بيعمل هنا الايكو بتاعه، عمله فوق في الايكو، وتعرض على احد الجراحين في نفس اليوم كان عامل ريدو للاورتك فالف، انا فاكر اسمه ايمن الله يرحمه. الشاب ده كان جه هو وزوجته، ما كانش في حد معاهم، جايين بيعمل ايكو فتلاقي فيه ثرومبوس، اتعرض على جراح في نفس اليوم قال ادوله ثرومبوتيك ثيرابي، لان هو كان عامل ايدو، كان شاب كان حاجه و30 سنه كان صغير. دخلنا رعايه وبنديله ستريبتوكاينيز، احنا حاولنا نبعته لجراحه تاني، واحد الاساتذه توسط له فتقال له لا 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 ثرومبوتيك، وهو بيتكلم معايا ساعتها مدرس مساعد للرعاية، لقيت عينه فيها نستاجمس، نستاجمس وهو بيتكلم ماشي، يعني ما كانش unconscious ماشي، وكان زوجته قاعدة جنبه، فرحت موقف الستريبتوكاينيز وبتاع، بس يعني قضاء الله نفذ يعني. المهم بعتنا للنيوروسيرجري، والنيوروسيرجري جم ما تأخروش يومها، بس قال لي ده beyond intervention خلاص، ده colonization. هو طبعا قدام عينينا الكونشس ليفل بيديتوريت لحد ما بيتكلمش، ابنك، ركبنا انبوبه، ويعني كان حالات يعني مش ممكن انساها. الكلام ده برضو حوالي 2004 حاجه، يعني الله يرحمه يا رب. لا هي في رقبه الله اعلم، في رقبه مين بس. هو الفلو تشارت ديت لو حضراتكم شايفين احد الحاجات اللي فيها ثرومبوتيك ثيرابي، يعني احد الحاجات اللي مكتوبه فيها هو بيقول لك يقيم العيان لو العين ده ينفع يعدي ماشي كريتيكال ايه، اه ولا لا،
لو كان هو مش كريتيكال ايل ماشي اعمل له adequate anticoagulation لو كان مش adequate anticoagulation. ولو كان البيشنت ده high risk for surgery consider fibrinolytic اخر واحده خالص. ايه consider fibrinolytic. لو البيشنت دوت كان كريتيكال ايل خلاص surgical immediately available دخل السيرجري. لو كان مش available برضو ادمن fibrinolytic. ما هو ده اللي حصل. ما نعرفش المره اللي قبلها كان حصل ترومبوس ولا لا دي مش عارفين. يس يس كان بس حل المشكله دلوقتي تيشو فالف واعتبر ما احنا قايلين في تيشو فالف. طيب ايه ديت الهوريكين اسوا حاجه الاعصار اسوا نايت مير ممكن يحصل لحد عنده بروستاتيك فالف انفكتيف اندوكاردايتس إفكتيف إندوكارديتس على بروستاتيك واتيفر على أي حاجة صناعية في الجسم معناها إن الحاجة الصناعية سونر أو ليتر لازم تتشال إن هي بقت ميديا يطلع عليها البكتيريا. يعني لو كان إفكتيف إندوكارديتس ديت أو إنفكشن جت على بسميكر بوكت مفروض نشيل إيه؟ ليدز لأن مفيش حاجة جوه من الإنفكشن هنا تشيلي ليدز. وكلام ده مش ضرب خيال. الجايد لاينز اتغيرت مثلا في حكايه البسميكرز دي مره يعني كان 2006 واتغيرت بعديها ان هم عملوا كلتشر من التيب بتاعه الليد اللي اتخلعت من القلب ولقوا فيها جروس اوف بكتيريا فقالوا بيحصل كريبنج للبكتيريا على الكاوتر سيرفيس بتاع الليد لدرجه ان هو لو بعد ما انت شلت البوكت نفسه ونظفت البوكت ونظفت البطاريه هيحصل ريجروس للبكتيريا مره ثانيه فانت لازم تعمل اكسبلانتيشن اوف ذا هول سيستم ماشي اب تو ان انت بيشنز ممكن تعمل سيرجيكال اكسيجن. تقول ايه يا دكتوره؟ مغير مكان بعد ما تبقى متوكل على الله كده معتمد ان انت حصل سبسايدنس اوف انفكشن المفروض تعمل اكسبلانتيشن تستنى من اسبوع ل 10 ايام لحد ما يحصل توتال ريكفري وتبقى عملت بلاد كلتشرز وظبطت امورك كلها ساعتها تيجي تركب وتركب الناحيه الثانيه ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت لو عندك فيجيتيشن طلع على الفالف او طلع على الليد لو فيجيتيشن دي اكتر من 3 سم بقى ممكن يحتاج الامر ان هو يتفتح ويشال الفيجيتيشن دي ويشال الصمام. لو فيجيتيشن صغيره ممكن تشيلها بالكوتينيس تحاول تشيلها بالاكسجن بالحاجات اللي هي بتعمل اكستراكشن ليد اكستراكشن ماشي. الموضوع مش سهل خالص. طيب الانسنس بتاعتهم لا تعتمد طبعا الموديفايد دوكس كرايتيريا الدياجنوستيك الدياجنوز بتاعه ان كان بالحاجات الثانيه سواء كان الراديو ايزوتوب سكان او سي تي سكان كل الحاجات دي ممكن تساعد في تشخيص الفكتور متكرسه على بروستاتيك فالفز. هي نفس الكلام ان انت بتدي بتعمل بلاد كلتشرز وبتعمل الحاجات الكرايتيريا بتاعه الدياجنوز كلها ثم بتبتدي عاده احنا بنبتدي فانكومايسين في البروستاتيك فالفز امبيريكال لحد ما الريزلتس بتاعت الكالتشر بتطلع نبتدي عاده فانكومايسين جنتامايسين ثم ده باين كده ان كله في الاخر هيتحول جراحه بس فرق ارجنت ولا امرجنسي ولا ارجنت برضو تاني ولا ارجنت ولا ارجنت يعني هو في الاخر لازم يتحول جراحه لين ده سورس اوف انفكشن ماشي. كم واحده الكتيف؟ هما 2 او 3 صح. 2 هما الالكتيف بس. طيب امتى يبقى ايمرجنسي؟ لو عامل ابسس او عامل فيستولا او عامل سيفير اكيوت ريجورج عشان ده بيبقى اكيوت فوليوم اوفرلود اللي هي زي البرفوريتد كاسب اللي كنت بتقول عليها دكتوره او بالمونري ديما او كارجينيك شوك ساعتها ده بيبقى ايمرجنسي. البنس ده حاجه كومن اللي بتتشاف ومحدش عارف على وجه اليقين هي بتحصل ليه. هل هي رياكشن من البادي للفورين ماتيريال فبتعمل فايبروزس ولا هي كرونيك انفكشن وكان ليميتد فابتدى يعمل بس التيشو اللي بينمو حوالين الصمام. والانسنس بتاع البنس ده بيبقى اكتر على الاورتك عن الميترال هو جراديوال اونست ماشي. وده الفرق بينه وبين الثرومبس ماشي. الجدول ده هو الفرق بينه وبين الثرومبس فورميشن. الديهسنس لو كان حاصل بدري يبقى نتيجه سليب ليجيتشر يعني ما خدش الغرز بتاعته كويس. لو حصل ليه عاده بيكون نتيجه انفكشن ماشي
وبيكون مصحوب ليدي هاسنس ممكن يعمل حاجه اسمها روكينج موفمنت بتاع الفالف. نشوف في الايكو كان الصمام بحاله بيتحرك، ولو انت بتبص عليه بالفلور تلاقي الصمام كله بيتشال من مكانه ويرجع لمكانه، ده طبعا انديكيشن فور ايمرجنسي سيرجيكال انترفنشن. ماشي. لو عامل بارافالفولار ليك قليل ممكن يتسد ببلاك او بامبلاتسر او بكويل، لكن لو حاجه كبيره لازم هيلجا للجراحه. الميكانيكال ديسفانكشن اللي هي ممكن تكون ثرومبوس او فيجيتيشن او بانس، structural deterioration by prothesis بيتشاف في young age والhyperparathyroidism عشان dystrophic calcification وchronic renal failure عشان dystrophic calcification برضو، hypercholesterolemia عشان deposition برضو على الفالف، وrepeated pregnancies مش عندي تفسير ليها عشان ايه؟ repeated pregnancies عشان ايه؟ مش عندي تفسير ليها. patient prosthetic mismatch ودي زي ما قلت لحضرتك كتير قوي بتتشاف في ال في التراكاسبيد اريا، وان كان اسوا حته تشافيه هي ايه اسوا حته؟ انا قلت اكتر حته تشافيه تراكاسبيد، اسوا حته تشافيه اورطه، اسوا حته تشافيه الاورطه. ودي ممكن تتشاف بطريقه تانية مش مقصوده، ان يكون الطفل وغير صمامه كبر ماشي، فبيبقى حصل مسماتش هو ركبه هو صغير على صمام صغير، لما كبر بقى الاورطه كبير، فده محتاج برضو ان هو يبقى يتغير. بس كده ماشي. انتوا عايزين تسالوا على اي حاجه؟ يعني معلش المحاضره زي ما قلت لكم انا كنت يعني انا قلتها كذا مره مكان احمد فانا عارفها لحد كبير، لكن لو انتوا عايزين تسالوا على حاجه انا معاكم. هو زي ما قلت لكم المحاضره دي ما اظنش ان هي تنزل سؤال نظري في اي حال من الاحوال، لكن هي فور ديسكشنز، يعني هي تيجي اكتر في الكلينيكال، تيجي اكتر في الاورال وفي كلينيكال اكتر، يعني كثير من الاسئله من اللي احنا ناقشناها ديت بتسال زي ما قلتها كده بالظبط في كلينيكال. ماشي. طب العين ده اتغير له ايه؟ طب انت عايز تغيره في بروفيتيك ليه؟ طب ليه مش بروفيتيك والعكس لما يكون يونج ليدي مثلا وانت بتسمعها وقلت لي دي مايترس نوز فور فالف بليسمنت؟ ما ينفعش مثلا في عيانين الروماتيك هارت تروح مثلا مانجمنت اوف اتريال فيبريشن تروح قايل ابليشن اوف اي اف وانت بتتكلم. ماشي. ما ينفعش، اللي قدامك هتبقى كلمه صادمه بالنسبه له. مفيش تحفز ضد الطلبه، وان كان الناس الكبار بقوا عندهم كده يعني هو اساتذتنا يعني، بس ليه نسمح بخطا؟ ممكن يكون فيتال ميستيك، يعني ما ينفعش حاله بس دي هيحاسب عليها جامد. يعني بيبقى في اتفاق قبل الامتحان في حاجات ما ينفعش تغفر، حد ايه ريفيبريشن ما تقلش انتي كواجوليشن في المانجمنت نص الدرجه بتروح حتى لو جاب كل الاسئله الثانيه صح. بيقول ليه او كونسبت ليه اللي هي بتتعمل في الزماله او في الام ار سي اللي هي ميجور ميستيك ويتش كان افكت ذا بيشنتس لايف، يعني دي ممكن تفرق معاه في حياته. فلو هتفرق يعني مش هتفرق مثلا يقول مايترس نوز او مايتر ريجرش، لان هو هيعمل ايكو في الاخر صح، مش هو هيعمل ايكو في الاخر هيتشاف مايترس نوز مايتر ريجرش، لكن ما ينفعش انتي كواجوليشن ما يتقالش في حاله اتريال فيبريليشن، تفرق معاه على حياته يعني فيما بعد. بس وتحت امركم لو في اي حاجه حد عايز يقول؟ عايز تقول؟ نعم؟ طيب يلا دكتور وبعدين دكتورة، مش انت كنت قايم؟ تعال كمل بس كده؟ الله يسامحك لو افتكرتك هتتكلم. صباح السيد. انت عايز نعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا ما شايف اصلا من كلمه ماي كمبيوتر. بس كمبيوتر هي فين؟ ميكانيكال
هقلب لك هقلب لك بس يلا هقلب لك. بسم الله الرحمن الرحيم. سريعا كده مش طويل ان شاء الله. انا بس هتكلم على الالف كومبوت في الميكانيكال دراب بروسيس. الدراب بروسيس الدكتور ايمن قالها فخلصها من الفايبر. هو الالف كومبوتيك ميجرمنت. طبعا احنا عندنا دلوقتي في الالف اجلانت وفي الالف بليتلتس. المفروض ان احنا في الميكانيكال فالفز الجايد لاينز بتقول ان احنا المفروض ان اي عيان مغير ميكانيكال فايب بروسيس المفروض ان هو طبعا هيمشي على الاورال انتي كواجلانت اللي هو الريفان المفروض يعني هيمشي عليه فور لايف. ولو العيان هيعمل اي سيرج هتحتاج ان احنا نوقف الفيتامين كي انتاجونست. طبعا هنعمل شيفتنج او بريدجنج على النون ريكتر ويت هيبرين او الانفراكشنيت هيبرين. سؤال يتسال النون ريكتر ويت هيبرين اسمه ايه؟ في اسماء كتير منها الاريكس مثلا وال الكليكسان ده اللي هو الكليكسان المادة الفعالة بتاعته اسمها ايه؟ نوكسابارين. ماشي ده تسأل في ناس ما جاوبتش نوكسابارين. طب هو الاريكسترا ينفع يتاخد في البروستاتيك بال؟ لا بس الاريكسترا بيتاخد في لا في الدي بي تي مينلي في الدي بي تي بونتابرينوكس مينلي في الدي بي تي مش ابروفد في الاتريال فيبريليشن مش ابروفد يعني هو ممكن كل حاجه تتعمل بس ده مش ابروفد. ابروفد فين تاني غير الدي بي تي؟ سكيميا اكيد كرونسون برو مش في الاستيميا انا بكلم مان ستيميا مان ستيميا هو بس هو بتقول حاجة يعني هو اظن ان هو باينين مع لو مع الستريبت كانوا قابل ممكن بدل مع الستريبت اصلا مفيش انديكيشن للانتي كوجوليشن احنا بنديه علشان الوقايه من الحاجات التانيه اللي هي الدي بي تي او اللي بيثرومس. لكن لو انت بتدي ستريبت بير سي المفروض المفروض نظريا ما لا ندي برين ولا كيكسان ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس انا بتكلم كده قول انا اتكلم هو بيقول واحد ستريبت كايجيز يعني قبل ما ياخد الستريبت 30 ملي جرام اي بي وياخد الدوز بتاعته كامل عادي سبكوتينيوس كولد موشن وباينين الوحيد المذكور مع الفوندا برينوكس باينين ولا ستريبت يعني انا مع الستريبت بس ولا خلاص سوري انت قادر انت اللي بتذاكر لا لا قول فهو احنا قلنا لا مش هلخبطنا فهو احنا قلنا ان هو يمشي عليه فور لايف. لو هيدخل سيرجري محتاج ان احنا نوقفه يبقى هنعمل بريدجنج مع الانفورشنيت هيبرين او اللوم ليكر هيبرين بطريقه كده نقولها سريعه. هو هي موجوده في سلايد في الاخر بس هو سريعا المفروض العيان قبلها بست ايام بنوقف الماريبان ونبدا حاجه من الاثنين سواء الانفورشنيت او اللوم ليكر هيبرين. المفروض ان احنا قبل العمليه ب 12 ساعه بنوقف اخر جرعه بتاعتها من 6 ل 12 ساعه بنوقف اخر جرعه لينا بتاعه الهيبرين وبعد العمليه ب 12 ساعه نبدا تاني الماريبان والنوموليكولر ويت هيبرين لغايه ما الاي ام ار بتاعنا يبقى تارجت المفروض ان نوقف الهيبرين ونكمل عادي على الماريبان. طيب احنا بالنسبه لنا دلوقتي ده لو العيان عادي هيعمل بروسيتيك فالف بس. طيب لو العيان عنده في حاجه ثانيه غير الفالف هنحتاج ان احنا ممكن نزود ليها لو دوز اسبر ده لو العيان عنده ثرومبو امبوليزم وحتى الاي ام ار بتاعه متظبط هنحتاج ان احنا نزود على الماريفان جرعه لو دوز اسبرين دي كلاس 2 اي. لو العيان عنده كونكومنتال اثيروسكلوزيس جديد برضه ممكن نزود لو دوز اسبرين على الماريفان. والنقطه دي كنت عايز اسالها الدكتور ايمن هو ان هي بيقول في الجايد لاينز ان الاي ام ار سيلف مانجمنت هو كلاس 1 يعني المفروض العيان هو اللي بيظبط الاي ام ار بتاعه لو العيان فاهم هو ده معنى الكلام كده. العيان لو فاهم هو في حاجه زي قياس السكر دلوقتي موجوده ان هو ممكن يقيس لنفسه الاي ام ار في البيت مش محتاج يروح معاه يعني قصه وجع الدماغ بتاعه كل قد ايه بوينت اوف كير يعني مثلا احنا بنعملها كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع هي بوينت اوف كير يعني جهاز رش موجود عندها لو حد عايز يكلم رش بيجيب حد عنده حوالي 6000 جنيه ماشي في شرايط زي شرايط السكر يحط العينه وبيطلع له رقم الاي ان ار. النقطه الثانيه بقى هل لو العيان ده جاله اكيوت كورونا سندروم او حتى ستيبل كورونا ارتري ديزيز بيبقى الموضوع هنا بيختلف. العيان هيمشي على تريبل ثيرابي المفروض الاساس ان العيان بيمشي تريبل ثيرابي على الاقل لمده شهر الا في حاله واحده بس لو العيان عنده هاي ريسك بليدنج هنا ممكن يمشي دول بس الدول ده لازم اكلوبيدو جريل مع الماريفان ده لو العيان فقط هاي ريسك بليدنج انما غير كده ما بنمشي اول شهر مانداتوري كلاس 2 اي على التريبل ثيرابي اسبرين كلوبيدو جريل ماريفان. لو العيان هاي ريسك ان هو يجيله اسكيميك ايفنت في الحاله دي ممكن نمد الشهر ده كمان لغايه 6 شهور
بس باستثناء طبعا قلنا لو العيان عنده هايرست بليدنج هيمشي لمده شهر بس ويبقى دول بعد كده لغايه الست شهور التانية. بعد 12 شهر العيان هيمشي فور لايف على الماريفان زي ما قلنا. العيان اللي هي خلاص دي كده احنا قلناها الماكس طبعا كونترا انديكيتد بالنسبه لنا ان احنا نستخدمها في البروسيس. هنا ده الالجوريثم هو موضحه بالرسمه دي. هنا بنقول ان احنا اول شهر اهو هنمشي تريبل ثيرابي في العيانين عامه الا لو العيان اللي هو الهاي ريسك بريدنج هيمشي كلوبيدوجريل مع ماريفان بس اول شهر ويكمل عليهم ال 12 شهر كله. لا هو باي نيم الكلوبيدوجريل من شهر ل 6 شهور. ممكن ان احنا نحتاج برضو تريبل هابرديك قرص واحد. لا ال 6 شهور دول هنكمل لو العيان عنده هاي ريسك اوبسكين. بعد كده من 6 ل 12 شهر بنمشي دول سواء كلوبيدوجريل ماريفان او اسبرين ماريفان و12 شهر هيكمل بعدهم على طول بالماريفان. مش بياخد اي انتي ديفنس بعد كده 12 ايه لو العيان عنده اسكيم ما دي اللي احنا قلناها في الاول حاجه. لو العيان عنده هاي ريسك اوبسكين ممكن نزود دوز اسبرين 75 نكمل عليها او مع الماريفان لو بالظبط. ده تفصيلها يعني. ودي السلايد اللي بتشرح العيان لو هيدخل جراحه هيعمل ايه. احنا في اليوم الخامس او السادس هنوقف الماريفان ونبدا اللوم ليكتور ويت هيبرين او انفراكشن هيبرين. المعلومه الجديده بالنسبه لي برضه عايز اقولها للدكتور ايمن هو بيقول هنا السويتش اللوم ليكتور ويت انترا فينوس انفراكشن هيبرين قبل العمليه بيوم او يومين. هي دي اللي انا كنتش اعرفها بصراحه دي. هل هو بيطلعش برضه نستخدم عادي انا بقى عادي في الاكسام عادي يفضل مكمل وقت الجرعه الناس البريجننت بس بيفضل البريجننت الانفراكشن هيبرين تمام. مش الكليبسان جزء منها بيقولوا ان الكليبسان مش استخدم في بريجننت ليديز ده مطلوب لينا الكونتريب بتاعه واكشولي دكاتره النساء بيستخدموه عادي. احنا ما نعرفش بقى وقفنا لو عملنا دوسنا على ضرر كتير. هو عملنا خلاص خلاص. هو بعد العمليه بنبدا زي ما قلنا بنبدا على طول باول 12 ساعه ل 24 ساعه جرعه الماريفان مع اللوم ليفرويت هو بس برضو لو كان دكتور احمد بحب نشيك قبل ما نوقف يعني على الاي ام ار تشيك الاي ام ار تحت ليه؟ لان ممكن اصلا عيان يبقى الاي ام ار بتاعه مش واصل اصلا يعني يكون واحد ونص فيخش يعمل عمليه بقى بالمره ماشي بدل ما اخليه مستني 6 ايام وبعدين اروح ادخله. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو الاي ام ار بتاعه عالي قوي ممكن توفيرا يعني في مصر ما اعرفش برضه حضرتك ليه ببتدي له من ثاني يوم مش من اول يوم يعني بسيبه اول يوم ما ياخدش حاجه وثاني يوم ابتدي له كليكسان يبقى فوت يوم ووفرت جرعتين. وهو توفيرا ممكن اظن ان يبقى الهيبرين يعني الهيبرين بس الهيبرين يعني بيحتاج مواد عشان يديه لنفسه ولازم يحطه في الثلاجه عشان ده صوديوم بيست. لو كان كالهيبرين بيبقى كالسيوم بيست بمور ستيبل لكن الكليكسان اريح في جميع الاحوال وبعدين حاجه متعبيه مش هيقدر يعبيها لنفسه ممكن يعور نفسه يعني. وهو كده ثانك يو يعني تسلم ايدك يعني برافو. ماشي احنا معنى كده ان انا لو عيان هايرست بليدنج ابتدي دول ثيرابي من اول يوم دي يعني دي هو اللي مكتوب كده في الجايد لاينز الهايرست بليدنج من اول يوم دول ثيرابي بس كلوبيدوجريل ماريفان ما ينفعش اصل الماريفان لازم كلوبيدوجريل ماريفان ويفضل مكمل كلوبيدوجريل ماريفان ال 12 شهر كله. ده الشهر الثاني بص مفيش تريبل تريبل بغض النظر عن نوع الدعامه دي والله مش بالظبط هو اللي بيتكلم معايا يبقى التاني وانا لخبطت بينهم. طب الارش في ايه ولا ما يتقالش والله.